يشتكي أطباء وممرضون من نقص الإمكانيات الطبية في المستشفيات، ويناشدون الدولة بانتظام بدعم النظام الصحي الحكومي لمواجهة الأزمة التي تواجهها مصر وبلاد العالم كله. أكدت وزارة المالية دعم قطاع الصحة بمبالغ نقدية عاجلة وصلت إلى 3.8 مليار جنيه منذ بداية شهر مارس، بينما بلغت موازنة وزارة الصحة عن العام المالي الحالي نحو 73 مليار جنيه، وهي أقل من نصف النسبة التي نص عليها الدستور. فإلى أي مدى يمكن القول أن المنظومة الصحية في مصر جاهزة لمواجهة السيناريوهات المختلفة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا؟ وهل هناك إحصاء واضح لعدد أسرة العناية المركزة المتوفرة وعدد الأطباء العاملين والحد الأقصى لاستيعاب المستشفيات حتى يكون المواطنون مطمئنين وجاهزين أيضا؟ هذا ما نحاول أن نستكشفه من ضيفنا الذي انضم إلينا عبر الهاتف، الدكتور محمد عز العرب، استشاري أمراض الكلى والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء. برحب بك دكتور. مرحبا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، انا استاذ البطل معهد قومي للكبد والامراض المعديه والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء. اهلا بك يا فندم. يعني اولا تخصصك تماما او يعني في صميم عملك هذا الموضوع، موضوع كورونا والاثار المترتبه عليه، يمكن في قلق عند المصريين مرد هذا القلق وسببه عدم وضوح الرؤية، عدم توافر المعلومات. يعني لو أنا مواطن ألماني بسهولة جدا بضغطة زر واحدة أعرف أنا في ألمانيا كام سرير عناية مركزة بالضبط، الطاقم الطبي قام قد إيه، المستشفيات ساعات الاستيعابية قد إيه. يمكن المعلومات دي مش متوفرة في مصر، عشان كده الأمور أحيانا بيبقى فيها قلق. شوف حضرتك، احنا يعني لازم نفرق بين حاجتين، بين حاجة اللي هي الوضع الصحي اللي كان موجود في الفترة السابقة، وبين الملحمة الموجودة حاليا لمواجهة فيروس كوفيد 19. والوضع الحالي يعني عايز أقول لحضرتك في يعني تجانس نسبي بين الجميع، سواء الدولة بمؤسساتها الرسمية أو القطاع الأهلي بمنظمات المجتمع المدني على كافة أشكالها. أنا عايز أقول لحضرتك، هي الفكرة نحن نواجه يعني عدو، كلمة عدو، هذا العدو تسلل ويجب توفير كل الإمكانات للمجابهة. طبعا كان في انتقادات طبعا للمنظومة الصحية، وكان في محاولات للإصلاح، وزي ما حضرتك تفضلت كان طبعا في معاناة نسبية في مسألة توفر أسرة الرعاية المركزة وبعض الخدمات الأولية، وكنا احنا كمنظمات مجتمع مدني يعني بننبه ونطالب بضرورة توفير هذه الإمكانات للوضع الطارئ. احنا دلوقتي في أزمة، وعايز أقول لحضرتك يعني هو الدولة استجابت مشكورة يعني بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تبعات أزمة كورونا، منها ما زي ما حضرتك تفضلت كمرحلة أنا أعتبرها مبدئية 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بصفة عاجلة وتوفير النواقص. تمام. يعني هل حضرتك شايف انه الارقام دي، طبعا احنا بنتكلم على فكره الشفافيه في توفير المعلومات، الشفافيه في توفير مصادر الاموال وتروح فين وبتيجي منين، لكن دايما كان في ازمه عدم الالتزام بالماده الدستوريه اللي بتوفر او بتطلب من الدوله تخصيص جزء معين، هي تقريبا بتخصص نصه، فبالتالي المنشات الصحيه والمنظومه الصحيه بشكل عام ما بتكونش على المستوى في حاله لو تم توفير المبلغ كامل. هو طبعا كلام حضرتك سليم 100%. هو طبعا انا عايز اقول في خط الطوارئ دلوقتي حاليا وفي اداره ازمه، يعني عايز اقول لحضراتكم بالكلام الصريح جدا، التعامل مع الوضع الحالي ليست وزاره الصحه فقط، ولكن هي الدوله المصريه بجميع الوزارات ومع المنظمات المجتمع المدني. خلينا اقول ان احنا دلوقتي بالنظر في العالم كله وفي مصر تحديدا يعني في التقاء رؤى معينه من حيث وجوب الاجراءات الاحترازيه بصفه حازمه وعاجله للحد من انتشار هذا الفيروس ولحمايه المواطنين. طبعا احنا بنقول احنا دلوقتي في نقص طبعا في بعض المستلزمات الطبيه في بعض القطاعات في بعض المحافظات، حاليا بيتم يعني بسد هذا النقص من خلال المورد الجديد. وعايز اقول لحضرتك يمكن بعض رجال الاعمال
بدأوا متأخر، بس أحسن إن هم يعني يبدأوا، خير إن هم يجوش خالص يعني. ففي بداية حقيقية أنا بعتبرها هي شيء مبشر، ولكن إحنا بنقول لو نعرف إن قطاع الصحة والوقاية في مستشار للرئيس الجمهورية أحد القامات الطبية دكتور عوض تجدين حاليا بالضبط كده، فهنا في عوامل مبشرة. تاني حاجة أنا عايز أقول في بعض الأستاذات ما زالت موجودة، ونحن لا بد الجميع نعترف، ولكن يعني إحنا نتصدق إن الدولة تستمع ودولة بتحاول يعني تسد أي نواقص موجودة. مسألة الشفافية يعني أنا طبعا من خلال برنامج حضرتك بدعم مسألة المطالبة بالشفافية المطلقة، وليس عيبا أن هناك حالات يعني أمريكا نفسها أوروبا اللي إحنا شايفين دلوقتي الوضع الحالي بتاعها، فلن يعيب الدولة الإعلان عدد المرضى، إعلان المواقف، إعلان الخطأ. يمكن وزير الصحة أعلنت من حوالي أسبوعين باقتطاع. طب أنا قبل ما أقفل معاك يا دكتور حابب بس جملة سريعة واضحة تطمن الناس، هل حضرتك شايف أنه الإجراءات الحالية والرؤية والإدارة اللي ماشية بيها الدولة فيما يتعلق بأزمة كورونا، شايف أنه حتى في حالة زيادة عدد المصابين المنظومة الصحية قادرة تستوعب الصدمات دي؟ لا، احنا دلوقتي يعني اللي حصل النهارده بيستدعي هنا بقى اداره الازمه. يعني النهارده قبل تطبيق الحظر بساعه وسائل المواصلات زحمه جدا. يمكن معلش ما سالوش مني المؤتمر الصحفي اللي معالي الوزير مع معالي وزير الاعلام، يعني كان في شيء من النقد على السوشيال ميديا الامتحان اثناء مؤتمر الصحفي. طبعا في حاجات يتم معالجتها، وهنا اداره الازمه هي اداره لابد ان تكون واعيه لتضارب مثل هذه الامور السريعه. احنا داخلين برضو صف المعاشات لكبار السن والزحام في مكاتب، شفنا ده فعلا صحيح. فهي في امور كثيره وتفصيلات كثيره، ولكن احنا بنقول احنا في الطريق الصحيح، ونرجو من الجميع الدعم سواء يعني مؤسسات الدوله او المجتمع المدني ورجال الاعمال. احنا في منطقه واحده بمواجهه عدو، وان شاء الله باذن الله يعني نتمنى أن تنتهي هذه الأزمة يعني في أسرع وقت. شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب، استشاري أمراض الجهاز البطنة والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، شكرا جزيلا.